اشيلك بعنايا. تمام. ده كان البوم ايه؟ لسه قادر. نزلنا بعد كده حصل الثوره 2010. قعدنا في البيت شويه حلوين. نزلنا نزلت 2012 انا انتجت بقى. كان خلاص كل المنتجين قعدوا، كله قال لك مش هننتج. عملت البوم اسمه مش لاعب. مش لاعب ده ظهر منه اغنيه واحده، بقيت اللي انا ما كانش معايا الخبره الكافيه ان انا ازاي اعمل دعايه الالبوم، لان انا اللي بنتج. لا وكمان سوق المزيكا وقتها بيتغير، السوشيال ميديا بتخش بالزبط. المبيعات انت مش عارف تلم، واللي قادر يكمل قادر، واللي مش قادر بيحبط، وناس كتير بطلت. صح. في الفتره في جيل كامل، كان عظيم. الجيل كامل ده كله بيحاول يرجع دلوقتي. إيه لا، في جيل كامل اتظلم في مرحله السوشيال ميديا. بالظبط كده. بس انا عايز اعرف حاجه، انت الحب يعني لما نيجي نبص لها كده نتامل الاغنيه دي شويه، الاغنيه دي بيتقال عليها اغنيه ايه؟ لحن سلس، فوش ب 4 جنيه فزلكه. اه فوش اي حاجه. ولا الكلام حتى، الاثنين في السلاسه. الكلام مباشر جدا. في نوعيه من الاغاني عشان تفهم احساس المطرب قصده ايه فيها لازم تسمعها مره واثنين وثلاثه. انت الحب ما كانتش كده، كانت معنى بسيط، مزيكا بسيطه، ما فيهاش اي نوع من انواع الفزلكه. عاده مطرب عايز يعمل قاعده جماهيريه ما يفضلش يبدا بحاجه زي كده، علشان عايز يبين الناس انه لسه عنده اكتر. انت رحت معادله صعبه ونجحت بيها. اخترت انت الحب، وازاي قلبك كان ميت تختار لحن سهل قوي كده؟ الاغنيه دي لفت على كل مطربين مصر وكلهم رفضوها. ولما انت الحب اترفضت من كل مطربين مصر وبره مصر كمان، يعني اسامي في لبنان واسامي في اتعرضت على مين؟ يعني اللي وصل لي ساعتها، لان الاغنيه بص الاغنيه جات لي كل ما ادي عليها كونفيرم ان انا عايزها، يجي احمد علي موسى الشعري يقول لي معلش اصل شيرين سمعتها وعايزاها. ايوه قول لي اسماء بقى، يبقى فضل شاكر، اصل من ضمن الناس اللي كانت بتاخدها هشام عباس، ناس كتير. ناس كتير قوي، وناس كتير ما كانتش، حتى تامر عاشور نفسه ملحن الاغنيه ما غناهاش مع انه بيغني. طبعا. فهو ما كانش شايفها ناجحه. وانا سبحان الله كل ما تروح الاغنيه وترجع لي اقول ايه، هو معقول انا الوحيد اللي بفهم يعني، ولا يعني او اللي ذواق يعني، عشان كله سايبها، لا الاغنيه دي فيها حاجه غلط انا مش عايزها. فالمهم مش قادر ما غنيهاش. فرحت لطارق توكل الموزع، قلت له بقول لك ايه، انا عايز الاغنيه دي. قال لي طب ما تيجي نعمل حاجه حلوه، تعال نجرب ونرميها على النت. حلو. عملناها ديمو كده من غير اي حاجه لايف ولا اي حاجه، ورميناها على النت. حلو. يومين بالظبط طارق بيصحيني بيقول لي اصحى بس بص كده الدنيا مقلوبه ازاي على الاغنيه، لقيت انت الحب دي مبهدله الدنيا على النت. رحنا بسرعه داخلين منفذينها، ودخلت خالد رؤوف نفذناها ونزلناها وصورناها ونزلناها. بس هي فعلا اغنيه بسيطه. بقول لكم يا جماعه، ما تيجوا اراجع كده. طب اقول لك ايه، ما تيجي نغنيها مع الاغنيه. استني، تعالى نغنيها انا وانت لايف. لا لايف ليه؟ عشان هي جاهزه. لا لا، نغنيها لايف انا وانت. انا سمعت صوتك قبل الفقره ولازم الناس تسمع معايا صراحه. طيب يلا بينا. لا هتبدا؟ يلا بينا بالمايك ولا كده؟ بتغفلوني انا مش عارفه. والله انا عيان بس انا معايا يعني، عشانك انت سمعت صوتك وعجبني. طيب.